مش عايزه تنزل البحر. ها؟ بتقول انها عندها حمى البحر الابيض المتوسط. هات لي واحده غيرها تحل محلها في المشهد ده. ازاي بس يا استاذ؟ مالكش دعوه انت، انا هصورها من بعيد ولا عايز نلغي؟ لا خلاص انا هتصرف. يلا. تعالى شط. ايه؟ عايز ايه؟ انا سعيد عبد المعطي اكبر مساعد مخرج في مصر. وانا مالي؟ قولي لي، تعرفي تعومي؟ ليه؟ من غير ليه؟ هتطلعي في السيما. سيما؟ صحيح. تعالى هشرح لك كل حاجه. جاهزين يا استاذ؟ جاهزين؟ جاهزين يا فندم. انت جاهز؟ ايوه جاهزين. دور. دور. كلاك. كلاك. 44 واحد. اول مره. تيجي ننزل البحر؟ يلا. يلا بينا. ستوب. كويس أوي. كويس أوي. استاذ سعيد طمني، كنت كويسه؟ هايله ممتازه. يعني عجبت بالمخرج؟ مخرج مين؟ انا هنا كل في كل. الحمد لله. انا اقول كويسه تبقى كويسه. صحيح. اسكندرانية ولا بتصيفي؟ اسكندرانية وغاوية سيما قوي. اه يبقى ربنا بيحبك عشان وقت في ايدي. عارفة مسميني ايه في نص الثاني؟ ايه؟ مسميني صاحب سلم المجد، اسانسير الشهر، نص نجوم البلد انا اللي مكتشفه. يعني ينفع يا استاذ؟ اه جدا، ونظرتي الفنية ما تخيبش ابدا. سعيد. حاضر يا استاذ، حاضر يا استاذ. انت خامة، انت قماشة، انت طاقة، انت حاجة. العنوان ده تجيلي في مصر، في مصر بالظبط. وليه مصر؟ عشان السيما في مصر. بتعمل ايه عندك؟ حضر المشهد اللي بعده. حضر يا استاذ. طيب طيب. اسمعي، انت اشتغلت شغل يساوي 5 جنيه، انا هخليهم يدوك 10 جنيه. هاتوا له 10 جنيه، هاتوا له 10 جنيه فكه. 10 جنيه بحالهم. بركي لي يا ماما، جاتني فرصه العمر يا ماما. قريب جدا هتلاقي صور بنتك في كل مكان، على الحيطان، في الجرايد، في المجلات، على علب السردين والسلمون. يا بنتي ما تعقلي شويه وتفهميني ايه الحكايه. الحظ، الحظ يا ماما خبط على بابي وقال لي شبيكي لبيكي، يا بركه دعاء الوالدين، من قدم شقب يا داهل تقاه، بكره هلاقي الطريق قدامي مفروش بالورد، بالريحين، بالفل والياسمين. هسافر على مصر واعيش مع اختي يا ماما. انت اتجننتي يا بنتي، هتسافري مصر تعملي ايه؟ همثل في السيما يا ماما. سيمة ايه يا بنتي؟ انت مش هتبطلي تخريف بقى؟ ما بقتش تخريف يا ماما، دي بقت حقيقة. وهتسيبي شغلك يا بنتي؟ شغل ايه يا ماما؟ حتة كسيرة في محل ب 12 جنيه في الشهر. مالهم يا بنتي؟ نعمة. وبدل ما يبقوا 12 جنيه، ليه ما يبقوش 12,000؟ أوام خليتيهم 12,000 وبقيتي نجمة قد الدنيا، واسمك على علب السردين والسلمون والحيطان. أنا خايفة عليك يا ضنايا من الكلام اللي في دماغك ده. ما تخافيش عليا يا ماما، أنت عارفة بنتك كويس. إن ما خليتك تعيشي في قصر كله حرير في حرير، دهب في دهب، ما بقاش ياسمين بنت أم ياسمين. اللي في دماغك في دماغك برضو يا ياسمين. ادعي لي يا ماما. هقول لك إيه يا بنتي؟ ربنا يسعدك ويبعد عنك ولاد الحرام. خلي بالك من نفسك يا ياسمين. ما تخافيش عليا يا ماما. عم حسن. عاملين يا ست ياسمين؟ وحياتك تشوف لي حاجه توصلني للمحطه. من عناي، بس خلي بالك من المحل. ما تخافش. انت خامه، انت قماشه، انت طاقة. خسارة تفلتي مني ومن السينما.